فيها باقي الإجابة على السؤال اللي طرحته. نعم، اللاعب السعودي والمنتخب السعودي أنه مطالب أنه يحقق نتائج كبيرة، ومطالب أنه يقدم نفسه بشكل ممتاز، أولا لأنه ينتمي لثقافة كروية عالية، ثقافة بطولات، قدرة على المنافسة على طول. الأندية السعودية ما زالت حاضرة في التنافس على البطولة الآسيوية، المنتخب السعودي ما زالت قيمته وهيبته موجودة، لم ينهار، لم جته فترات تراجع بشكل كبير اللي ذكرها أبو خالد مثل 2011 و2015 تراجع، لكنه بسرعة استعاد نفسه، بسرعة عاد للواجهة من خلال كأس العالم وحتى من خلال التصفيات اللي تفوق فيها بشكل كبير. إذا احنا ننتمي لثقافة كروية متميزة تجعلنا ما نتنازل أبدا عن المنافسة، تجعلنا طموحين أنه منتخبنا يصل إلى النهائي وليس الأدوار اللي قبلها. مرتبطين بهذا المنتخب ليش؟ لأنه اللي ظهر من هذا المنتخب والأشياء اللي ينتمي لها المنتخب زي ما ذكرنا، الأندية القوية، الدوري القوي، المنافسات العالية، القيمة اللي عليها اللاعب السعودي وحضوره حتى في الأفضليات في آسيا، دائما حاضر في الأفضليات في كل مكان. إذا احنا ما نتنازل عن هذا الشيء، واضم صوتي صوت أبو خالد أنه احنا ما نطالبكم انه مثلا يلا زي الكلام اللي يقول دور 16 كويس، لا احنا نبغاكم ابعد من كذا، احنا اللي نخلق الازمه.